شاومي تعلن رسميا عن هاتفها الجديد شاومي مي ميكس 2S الذي يأتي بمواصفات رائعة وجيدة وتصميم رائع وأنيق جدا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا بكم في قناة شعيب للمعلومات. أولا لايك واشتراك في القناة لدعمنا، واليوم سوف نستعرض معكم هاتف شاومي مي ميكس 2S الجديد، حيث يأتي هذا الهاتف مع شاشة من نوعية أموليد بقياس 5.99 بوصة مع طبقة مقاومة للخدمة والصدمات من نوعية غورنيج غوريلا غلاس 4 مع شاشة 1080x2160 بيكسل مع كثافة بيكسلات 403 بيكسل على الانش ونسبة ابعاد 18:9. الهاتف يأتي بكاميرا خلفية مزدوجة بدقة 12 ميجا بيكسل لكل منهما، الاولى مع فتحة عدسة بقياس f1.8 والثانية بقياس f2.4 مع كاميرا امامية بدقة 5 ميجا بيكسل بفتحة عدسة f2.0 والقدرة على تصوير مقاطع الفيديو بدقة 1080p. كما يعمل بإصدار أندرويد أوريو 8.0 ويقدم مستشعر بصمة الإصبع تحت الشاشة، وستوفر باللونين الأبيض والأسود مع بطارية قوية من نوعية ليثيوم غير قابلة للإزالة بسعة 3400 ملي أمبير مع منفذ USB Type-C وتقنية الشحن السريع كويك تشارج 3.0 من كوالكوم باستطاعة 18 واط ووزن 191 جرام وارتفاع 150.9 ملم وعرض 74.9 ملم وسمك 8.1 ملم. ويأتي هذا الهاتف بثلاث إصدارات، الأولى بسعة 6 جيجا بايت في الرام و64 جيجا بايت كمساحة تخزين داخلية بسعر $525، والثاني بسعة 6 جيجا بايت في الرام و128 كمساحة تخزين داخلية بسعر $573، والثالث بسعة 8 جيجا بايت في الرام و256 كمساحة تخزين داخلية بسعر $636، وسيتم طرحه في الأسواق في يوم 3 أفريل المقبل في الصين فقط، على أن يبدأ طرحه في الأسواق العالمية لاحقا. كان معكم شعيب من قناة شعيب للمعلومات، كانت هذه مواصفات هذا الهاتف الرائع جدا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لا تبخلونا بلايك واشتراك في القناة لدعمنا. إلى اللقاء.